بداية فقراتنا عفاف حتكون فقرة كتير لطيفة، وبنفس الوقت رح نحكي عن موضوع يمكن بهم كتير من الناس وبنسمع عنه كتير بالفترة الأخيرة، هو قانون الجذب. قد ايه عفاف ممكن نحن نفكر بأشياء معينة ممكن تصير ومنغفل أوقات عن شرط كتير مهم أنه نحن لازم نقرن هذا الشيء بالعمل. صحيح فرح، هي الفكرة بتبلش، القصة بتبلش بفكرة بسيطة وبتتحول لحلم كبير ممكن يتحقق. هذا القانون الجذب اتبعه قادة وسياسيين وناس كتير نجحت بحياتها ووصلت لمستويات عالية من النجاح، كما انه المصريين القدامى واليونانيون كان بحياتهم هذا القانون شيء اساسي ومعتنقينه. كل هي الاشياء هي مجرد افكار ايجابية بتجذب لنا كل شيء بنفكر فيه، إن كان حلم بيتحقق، هي ممكن شخص شيء بنحلم فيه وشخص ممكن يخلق فجأة من العدم ويساعدنا لتحقيق هذا الحلم. هذا أكيد هذا الشيء كله ما هو صدفة، أو بنكون أوقات عم نفكر بشخص مجرد لحظة أو ثواني أو بنفس الوقت تقريبا بيبعث لنا هذا الشخص مسج أو اتصال، فهذا الشيء كله ممكن إنه يكون مندرج تحت قانون الجذب. فهل هذا الشيء حقيقة وهم أسرار كتير رح نتعرف عليها ونحكي أكثر عن هذا القانون وأسراره مع الدكتور سمير هادي وهو اختصاص بعلم الطاقة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم بالخير والبركات يا رب. صباح الخير مرة ثانية دكتور، أهلا وسهلا فيك. قانون الجذب، يمكن هذا القانون اللي بنسمع كثير عنه بالحياة، مثل ما قالت عفاف أوقات بنفكر بشخص بيبعث لنا مسج، أوقات بنفكر بحلم أو طموح ممكن يتحقق معنا. خلينا نعرف بالأول المفهوم بالمعنى العام له قبل ما نفوت بالتفاصيل. بالبداية قانون الجذب، نحن لما بنقول كلمة قانون فنحن عم نحكي عن موضوع مجرب ومثبت ومؤكد، هو ماله نظرية، هو قانون ضمن قوانين علم الطاقة، إذن هو حقيقة. أما بالنسبة للتعريف الأبسط للناس فهو بكل بساطة كل شيء أنا بوضعي الحالي فهو نتيجة تفكيري السابق، وكل شيء أنا بما يتعلق بمستقبلي هو يرتبط بنتيجة تفكيري الحالي. إذن الموضوع مرتبط بالتفكير، بالنوايا، بالأهداف والعمل لتحقيق هاي الأهداف. بالنتيجة إذا ما كان في عمل فما رح يكون في جذب لأي أمر شو ما كان هذا الموضوع، إن كان جذب لموضوع إيجابي أو جذب لموضوع سلبي، لا الموضوع بده يكون مقرون بالعمل بشكل تام. وهذا يمكن خطأ من الأخطاء يلي بيوقع فيها بعض الناس، أنه أنا قمت بتجربة قانون الجذب أو عملت طريقة من طرق قانون الجذب لكن ما نجحت يا دكتور. لا، هذا الأمر ما بيكفي أنه نعمل فقط طريقة القانون، اللي هي في إلى عدة طرق طبعا تختلف حسب الأشخاص، حسب المدرسة اللي إحنا عم ناخد منها هذا قانون الجذب، لكن دائما هاي الطريقة مقرونة بالعمل. إذا ما كان في مقرونة بالعمل فهذا الأمر ما رح ينجح أبدا. معناته هو شرط أساسي، خلينا نتفق عليه قبل ما نفوت بالتفاصيل. جذب بدون عمل مو ممكن. بالضبط، وفي شروط أخرى حتى، ومو بس العمل، بده يكون في صبر. أنا ما بصير أعمل الجذب ليومين وبعدين يضيق خلقي، أرجع أتواصل مع خبير الطاقة، وأقول له يا أخي ما زبط. لا، بده يكون في صبر، بده يكون في استمرارية، بده يكون في نية، بده يكون في تحديد للهدف. كثير من الناس بيكونوا مشتتين، بيكون في عندهم مجموعة أهداف كبيرة، أو حتى ممكن ما يكون في أهداف، عايشين هيك، خلاص نحن عم نروح على الشغل، ناكل، نشرب، نشوف رفقاتنا، أهلنا وننام. فلا، بده يكون في هدف واضح وسعي لتحقيق هذا الهدف، تكون النية واضحة بالإضافة لارتباط هذا الأمر بالعمل، أنه أنا أسعى لتحقيق هذا الهدف. بيبقى موضوع الطرق، طرق قانون الجذب، وهون بتختلف الطرق لكن المبدأ واحد. يعني على سبيل المثال حتى يكون الموضوع أقرب للناس، مثل لما أنا أكون شخص عم أدرس، الهدف واحد لكن الطرق بتختلف. ممكن أنا بحب أدرس بس بالليل، أنا أفضل دراسة ليلا. في أشخاص بتحب تدرس 5 ساعات ترتاح ساعة، ساعتين بربع ساعة، بحب أدرس فقط وجه الصبح مثلا أو بالصباح الباكر. فإذا الطرق هي مختلفة لكن المبدأ واحد، يكون الهدف واحد واضح والنية موجودة وفي استمرارية وصبر وسعي. أهم شيء موضوع الصبر، لأنه أغلب الناس هي ما بتتحمل أنه تسابر على موضوع وتسعى على موضوع لشهر وشهرين وثلاثة، لا كله بيحاول أنه لا يومين ثلاثة أسبوع ما مش الحال، خلاص بطلناها وهذا موضوع الجذب ما نجح. لا، لازم يكون دائما في سعي وصبر ونية واضحة وهدف محدد. أوكي دكتور، يعني أنت ذكرت حضرتك أنه لكل طريقة أو لازم الطريقة الصحيحة تكون هي أساسية، يعني نحن نفكر بطريقة صحيحة، مو مهم انه اذا فكرنا او معناتها خلصت القصه،
لازم نفكر بطريقة صحيحة. طيب متفقين انه الكون عبارة عن طاقة، ولكل طاقة لها تردد معين الشخص بيشتغل عليه، ان كان افكارنا ولا صوتنا ولا حتى اعمالنا يلي نحن بنشتغل عليها، هذا الشيء بيكون مندرج تحت مسمى عفوي او لا ارادي، او كيف ممكن تصير القصة؟ اوقات انا بعفوية بكامل العفوية بفكر بشخص ما بيكون انا بقصد انه بدي اجذبه او بدي يتصل فيني، فبصير هذا الشيء. اوقات انا بفكر فكره قبل مثلا من شهر، بفكر فكره بكامل الايجابيه فيها بتروح، بس بعد شهر بشوف هاي الفكره اجت لحالها وصارت. هون صار تفكير عفوي ولا ارادي. هلا هون بدنا نميز نحن ما بين التخاطر وقانون الجذب. التخاطر هو اللي تفضلتي فيه حضرتك، انه انا ممكن يخطر على بالي شخص من نص الدنيا، هيك خطر ببالي شخص بعد شوي يتصل فيني، او بعد شوي يصير في تواصل بيني وبينه. هذا له علاقه بذبذبات الطاقه وترددات الطاقه. ان اجتمعوا نفس الذبذبات والترددات ما بين شخصين، فممكن يصير في يخطر على بالك شخص او تتذكري شخص او مكان او ذكرى معينه. اما بالنسبه لقانون الجذب فكمان ممكن يكون بطريقه عفويه عن طريق الايجابيه. نحن ذكرنا انه الامر يتعلق بالاهداف، بالنوايا، بالافكار. فأنا إذا كنت شخص إيجابي وفي عندي سعي، لأنه أغلب الأشخاص هن ما لهم مطلعين على علوم الطاقة. يعني بتلاقي شخص ما عنده هالاطلاع، لكن هو شخص عفوي، بعفويته هو بسيط، هو إيجابي، هو مندفع، بحب الحياة، منطلق، فبالتالي بيجذب أهدافه من غير ما يكون في طريقة. على بعض الأشخاص يعني بتستخدم طرق محددة، مثل طريقة الجذب بالماء، مثل طريقة الجذب الفكري، مثل طريقة الجذب بالكتابة. ففي كتير طرق، هي الطرق لتسهل على الناس. يعني لما بيجي شخص بيقول لي مثلا عن قانون الجذب، فانا بعطيه طريقه حتى سهل عليه. لكن في بعض الاشخاص هن بشكل عفوي، هن الناس ايجابيين منطلقين. يعني فرضا شخص يبحث عن عمل، خلص هو عم يبحث عن العمل، عم يفكر بالعمل، عم يخلي اخبار، عم يخبر اصدقائه، عم يسعى، عم يطور من مهاراته. فهو من غير ما يستخدم اي طريقه من طرق الجذب، بالتالي عمل جذب للعمل. في نقطه مهمه هون لازم نحكي عنها ونوضحها، انه احيانا بنحاول نعمل جذب لشيء، انا ما بحب كلمه مستحيل، خلينا نقول لشيء صعب. تمام. يعني على سبيل المثال انا ما فيني يكون شخص عاطل عن العمل وفكر بسياره فيراري. 100%. فكر حاليا كيف بدك تشتغل. تمام. بس تشتغل فكر كيف بدك تطور من شغلك، تحسن من مركزك. فكر كيف تكون اسره، فكر بالتدريج الاهداف الاقرب والاقرب. نحن مو دغري خلص الطموح الاعلى او الهدف الاعلى. تمام. فهذا شيء جدا مفيد وجدا مساهم، انه نحن لما بدنا نبدا بالجذب نبدا بالامور البسيطه واللي هي قريبه، يعني نحن قادرين نعملها. كل ما تحقق هدف وقتها نحن بنفكر بطريقه ثانيه وهدف ثاني، هدف اكبر شوي، هدف اصعب شوي. ودائما نركز انه الاهداف نكون نحن قادرين على تحقيقها، مو اهداف تكون مستحيله. تمام. جدا ونحط الحق نقول قانون الجذب ما نجح. لا، بدنا نكون الاهداف نحن قادرين على تحقيقها وفي امكانيه. اذا مو هلا، دائما نحن بنقول في خطه 5 سنوات، انه انا بعد 5 سنوات وين لازم اكون، شو لازم كون انجزت، شو لازم كون عملت. فلا، خليني انا احط اهداف قريبه من هون لسنه واهداف بعيده من هون لخمس سنوات، وامشي على هذا المبدا بالتدريج بالخطوه خطوه. تمام. هلا الشيء كثير حلو انه نحن نعرف شو بدنا، طموحنا نحدده بطريقه صح ونشتغل عليه، لكن للاسف بالحياه دائما في اشخاص ايجابيين وفي اشخاص سلبيين. اذا بدنا نحكي عن هدول الاشخاص السلبيين اللي دائما انا ما بيمشي الحال معي، انا مستحيل اشتغل، انا مستحيل انجح، فهدول يمكن بيشتغلوا بقانون الجذب بطريقه عفويه. خلينا نقول هل من الممكن كمان قانون الجذب ينطبق عليكم عليهم لكن بطريقه سلبيه، يجذبوا كمان الشيء السلبي بحياتهم؟ بالضبط. هلا بحلقه سابقه ذكرنا عن الكارما، كمان الكارما مرتبطه بالافكار السلبيه والايجابيه. بالمناسبه في ربط كثير قوي ما بين الكارما وقانون الجذب. نعم. انا لما بكون شخص سلبي، ان كان بالنوايا او بالافكار او بالتصرفات او بالافعال او حتى بالاهداف، لانه في اشخاص حتى اهدافها سلبيه. فهذا الامر بينعكس علي سلبا، بيرجع علي سلبا. ما اتوقع انه يصير معي شيء جيد طالما انا عم طق ونق وما عندي غير الكلام السلبي وما عندي غير الكلام التشاؤمي. بينما الشخص الايجابي، يعني هلا انا نحكي على سبيل المثال بواقعنا الحالي، كلنا عم نمر بظروف صعبه. طبعا. ما فينا حدا مرتاح، ما فينا حدا مبسوط.
لكن في شخص من وقت ما يستيقظ الصباح بيكون متفائل، في ابتسامة على وجهه، بيقول يا رب، بيتوكل على رب العالمين، رايح اسعى إن كان لدراسة أو لعمل أو لكذا، خلاص هو بدأ يومه بإيجابية. فبالتالي بيعمل جذب إيجابي. مثل ما حكينا، ما في داعي ليكون في طرق حتى وسائل، نحن الطرق فقط للتسهيل على الناس. لما بيجي شخص بده، هو ما عنده أي فكرة، فأنا بسهل عليه وقل له اعمل هاي الطريقة. لكن الطريقة العفوية هي الطريقة الأسلس والأسهل. أنا مارس حياتي بشكل إيجابي، حتى النوايا، حتى التفكير. وبعدين الإيجابية بدها تكون مطلقة، أنا ما بدي يكون إيجابي مع حضرتك مثلا وسلبي مع غير حدا. أصلاً ما بتزبط إذا بدنا نفكر فيها أنه الشخص يا إيجابي يا سلبي، يعني حال الوسط. وهذا السبب أستاذي، وهذا السبب أنه في كثير من الأشخاص ممكن يتواصلوا معي ويخبروني أنه أنا شخص ملتزم دينياً لكن في أمور ما عم تزبط. الالتزام الديني لا يكفي، بده يكون في التزام ديني والتزام أخلاقي، في شيء مقرون مع بعض، وبالتالي إيجابية مطلقة. أنا ما بدي يكون ملتزم بفرائضي، لكن أنا على الأطيعة مع أهلي، قاطع صلة الرحم مثلا. ما بدي يكون أنا ملتزم بفرائضي وواجباتي الدينية وبنفس الوقت أنا على خلاف أو ظالم لأسرتي، لزوجتي، لأطفالي. لا، بده يكون في إيجابية مطلقة. فلذلك الجذب، حتى إذا ما نحكي نحن بالطرق، فمثل ما حكينا الطرق هي عبارة عن فقط تسهيل لبعض الناس. فعلى سبيل المثال مثلا، في عنا طريقة الجذب بالماء، هي الطريقة الأشهر، ويعني النسبة الأكبر من الناس اللي بيستخدموا هي الطريقة بيستفادوا منها. ليش هي الأشهر والأنجح؟ لأنه الماء هو أكثر عنصر بالكون بيحمل الطاقة الإيجابية. شو هي الطريقة؟ رح نشرح عنها. هو أكثر عنصر بالكون بيحمل طاقة إيجابية جدا، وبالتالي نحن نستفاد من الماء حتى يصير في جذب إيجابي. الطريقة بكل بساطة هي التالية، أنه أنا أدخل لمكان مريح هادئ، طبعا ما بدي يكون مشوش الأفكار، ما بدي يكون ببالي بألف فكرة وألف موضوع. لا، أنا دخلت لهذا المكان، موجودة طاولة، موجود كرسي، موجودة ورقة بيضة وكاسة مي، فأنا بكتب الهدف يلي أنا ببالي واللي أنا فعلا ببالي، يعني ما بدي يكون في 10 أهداف أو أنا مشوش. كيف نكتبه بطريقة أنا بدي، أو نكتبه بطريقة أنه تحقق؟ بطريقة أنه الأمر تم، يعني مثلا أنا الآن أعمل، أنا الآن مرتاح صحيح. أنا الآن عندي فيراري. تمام، أنا لا ما وصلنا للفيراري. فأنا بدي أكتب بطريقة أنه الأمر تم، مو بطريقة التمني. فالكتابة بتكون على ورقة بيضاء، بعد ما نكتب هذا الأمر على الورقة البيضاء منحط كاسة المي، طبعا مي للشرب يعني، منحط كاسة المي على هالورقة. منبلش احنا منعير التليفون لمدة 7 دقائق، لأنه في ناس حتقول كيف بدي أعرف أنه صار 7 دقائق؟ لا، عير تليفونك وخليش جنبك شوي. فنحن بعد ما عيرنا التليفون ببلش بقى إغماض العينين، التنفس البطيء اللي هو التنفس الصحي، وبلش التفكير بهذا الهدف يلي أنا كتبته بطريقة أنه الأمر تم. يعني أنا أفكر أنه هذا الأمر تم، وبلش أعيش التفاصيل مع تحريك كفين اليدين، لأنه كمان في شاكرات ثانوية بكفوف اليدين، مع تحريك كفين اليدين بالقرب من كاسة الماء، لحتى هاي الطاقة توصل ما بين الماء والجسد. فأنا بعد 7 دقائق بكل بساطة بشرب كاسة الماء، فتح عيوني وبشرب كاسة الماء، وتكرر هاي العملية إلى أن يتم تحقيق الهدف. نرجع لموضوع الصبر، أنا ما بدي أعملها مرتين، ثلاثة، 4 مرات وبعدين داخل إيه. لا، تكرر هي الطريقة حتى تحقيق الهدف. كل يوم؟ يومياً، الوقت ما بيفرق، يعني ممكن الظهر ممكن المساء، لكن الفكرة أنه يكون مكان هادئ، مكان مريح، وأنا أكون ذهني صافي، ما يكون مشتت الأفكار، وأني نعم أعمل الطريقة وأفكر بأمور تانية. فلذلك هي من أهم الطرق وأنجح الطرق المنتشرة حول العالم. وعلى فكرة من نشأة علم الطاقة فهي الطريقة الأنجح والأشهر، هي طريقة جذب الماء. والماء بالمناسبة هو يحمل يعني عنصر إيجابي جدا، حتى اللي بيعملوا جلسات طاقة أو حتى اللي بيعانوا من مشاكل نفسية أو توتر أو اكتئاب أو أي مشكلة، فورا بنقول له اعمل دوش، اتحمم، اشرب مي. فدائما لا، وأصلا جسم الإنسان هو تقريبا 3/4 مكون من الماء تكوينه. تماما. فلذلك لا، عملية أنه قانون الجذب عن طريق الماء هي الأنجح والأشهر عالميا. تماما. دكتور، الماء اتفقنا أنه هو خلينا نقول مثل رقم واحد بقانون الجذب أو أهم الطرق. خلينا نتعرف على طرق تانية كمان تكون متاحة أنه نحن نستخدمها بشكل يومي غير الماء. هلأ رقم 2 هو قانون الجذب الفكري، الجذب بالأفكار. تقريبا الطريقة مشابهة، لكن هالمرة من غير ما يكون موجود كاسة من المي. يعني ليلا قبل ما نام جسم مرتاح، أنا هادئ، ما عندي توتر، ما عندي، مالي متشنج، مالي مزعوج. وبفضل لأنه هي العملية لازم تتم هي الطريقة وبعدين ينام الشخص. فطريقة الجلوس مريح. أهم شيء كمان التنفس، التنفس من العمليات أو الآلية المهمة جدا بقانون الجذب.
كل ما كان التنفس صحيح، اللي هو عبارة عن استنشاق للكامل وتفريغ بالكامل، يعني هو مهل على الطريقة الصعبة. دكتور، إذا كان في تشكيك بالأمر، يعني مثلا أنا عم أشتغل على موضوع الجذب وكل أموري تمام، لازم يكون الشخص بقمة اليقين، يكون كله يقين أنه هذا الشيء متحقق. بالضبط. هي ممكن تكون صعبة شوي نوعا ما، يعني الواحد خصوصا هلأ رأسه مطوش بألف قصة، كيف ممكن يساعد حاله لحتى أنه يكون هو بقمة اليقين؟ اليقين ضروري جدا، وخصوصا بقانون الجذب. اليقين مو بالموضوع، اليقين بالله. أنا مثل ما حكينا وضربنا مثال أنه نحكي عن موضوع العمل، أنا كل ثقة أنه الله رح يرزقني بعمل مناسب، فبدي يكون كل ثقة وأعمل هي الطريقة نتيجة ثقتي بالله. بالنتيجة نحن ثقتنا بالله، لا بالطريقة ولا بكاسة مي ولا بورقة ولا بهي التفاصيل، الثقة هي بالله، لكن هدول أدوات لنستفيد منها. فلذلك لا، لازم يكون الموضوع بكامل الثقة، مثل ما حكينا النية إيجابية والسعي والصبر. نحن ما بدنا نوقف نعمل هي الطريقة وخلاص يلا انتهى الموضوع. طيب، في نظرية هون على سيرة السعي والصبر. السعي يعني أنه أنا بدي ضل مستمر وحاطت هذا الهدف براسي. في نظرية تانية بتقلك أنه لا تطلع مثلا على الزر الأخضر، إذا كنت تريد النجاح لا تحاول أن تنجح، بصير الأمر رد فعل عكسي. هلا لا، موضوع الجذب بصير طاقة الشيء اللي أنت بدك إياه أعلى من طاقتك، فممكن هون أنه تضعف. هلا هون ممكن يكون جذب عكسي بطرق استثنائية. كيف يعني لما بيكون الجذب عكسي؟ على سبيل المثال، بما انه عم نحكي امثلة كثير حتى يكون الموضوع ابسط للسادة المشاهدين. لما انا بخاف على ابني كثير، هذا الخوف اللي فيه اوفر، اللي هو غير طبيعي، هذا الخوف الكبير هو بيعمل جذب سلبي. وكثير فعلا ممكن يلحقه الضرر. يعني انا على سبيل المثال، في سيدة تواصلت معي من فترة، فهي كثير خايفة على بنتها انه صارت صبية وبعد ما تزوجت، ومشان الله يا دكتور ولاقي لي حل. انا فكرت قديش عمرها بنتك؟ قالت 26. فطول بالك. هذا الخوف هو اللي عم يخلي يصير في جذب سلبي، هو اللي انت عم تتمني لانه هي تتزوج وتكون اسره و بس بطريقه مبالغ فيها. هي المبالغه بتعمل جذب سلبي. اما لما بيكون الجذب لا، بالطريقه العاديه، بالطريقه الطبيعيه، بالطريقه الايجابيه، وهون بدي نوه على نقطه انه نحن عملنا الطريقه الفلانيه، كان جذب بالماء او جذب فكري، فخلص بس انتهت الطريقه، نحن بنمارس حياتنا بشكل طبيعي. ما بدنا نضل عم نفكر بالموضوع للنهار. هلا دكتور، بس سؤال، لما نحن بنفكر مثلا بشغلات ايجابيه بتساهم يمكن برفع المستوى الاجتماعي الفكري الاخلاقي لنا او حتى لعائلتنا، او مثل السيده حتى عم تدور رح تتكون عائله مثلا لبنتها، فهي مثل ما بنقول مبرر خوفها وقلقها، لكن في اشخاص للاسف بدوروا يمكن على اشياء سلبيه او حتى على ضرر للاشخاص الاخرين، يمكن بكرسوا كل طاقتهم لضرر الاخرين، هون ممكن يستجيب نوع الجذب هاد او لا؟ لازم تكون الفكره ساميه او الهدف ممكن يكون كمان سامي مثل ما منقول. كيف ممكن نتعامل بهالطريقة؟ هلا هو بالأساس لازم تكون الفكرة نبيلة، الفكرة سامية والهدف إيجابية، لكن ببعض الأحيان بصير استجابة. هون نحن ما بنسميه قانون الجذب، هون بنسميه حسد، غيرة، بنسميه بمسميات أخرى، لكن هو فعليا جذب سلبي. يعني مثل لما أنا أشوف شيء جميل وما أتمناه لغيري، فصار نوعا ما شيء مرتبط بالجذب السلبي، انه انا مرت الخير لغيري. ممكن يتحقق ببعض الحالات. حسب طاقة الشخص، حسب اذا هذا الشخص كثير عم يفكر بالموضوع، هذا الشخص كثير مهتم. ممكن له علاقة بقوة العين، بيقول لك العين بتصيب الحجارة. العلاقة بقوة العين وبالهالة المحيطة للشخص اللي انا فرضا عم احسه. هو محسن حاله يمكن. طبعا، ما هو في شيء اسمه اورا، اللي هي الهالة المحيطة بجسم الانسان، فممكن هي الهالة تكون ضعيفة، وهذا بيفسر انه في كثير من الاشخاص ممكن كلمة حلوة تخليهم يمرضوا يومين وثلاثة وأربعة. ممكن يتأثروا بنظرة، ممكن يتأثروا بتصرف. ليش؟ لأنه هالتهم ضعيفة، الهالة المحيطة بالجسد ضعيفة. فلذلك لا، في أشخاص الهالة عندهم قوية، الهالة عندهم مرتفعة، فبيكون التأثير عندهم خفيف. وهذا بيفسر مثل ما حكينا أنه في أشخاص لا، هن دائما الوجود على الإعلام مثلا أو ممثلين فنانين أو دائما ظاهرين لكل الناس، لكن هن ما بيتأثروا خلاص، هن أولا تعودوا، ثانيا صار في هالة طاقية محيطة بالجسم، هالة عالية. لا، في أشخاص حساسة.
حساسين هن بيتاثروا ممكن من كلمه تمام. فممكن هذا الامر يكون جذب سلبي. هلا كمان جذب سلبي ممكن يكون احيانا مقصود واحيانا ممكن يكون عفوي تمام. ممكن انت تنظري لصديق او صديقه مثلا بطريقه عفويه يصير في شيء جذب سلبي من غير ما تنتبهي غير لما نكون نحن عم نحكي عن المقصود. لكن بشكل عام الجذب له أهداف سامية، أهداف نبيلة، أهداف خيرة، ودائما نحن ننصح فيه للشغلات الإيجابية، مثل الشخص يلي عم يبحث عن شيء تعليمي، اللي عم يبحث عن شيء مادي، اللي عم يبحث مثلا عن استقرار وزواج وبناء أسرة. أما الأمور الثانية فلا لا. طيب بلكي يعني هون أنا عم أبحث عن الكل، جميع الحالات يلي ذكرتهم في اكثر من هدف انا قدامي عم اسعى لتحقيقه، ممكن ينجح قانون الجذب بجلب اكثر من هدف او هلا هذا الخطا اللي بيوقع فيه اغلب الناس، الخطا واللي هو تشتت الافكار. انا ما بدي اكون عم فكر بست سبع شغلات وعشر شغلات مع بعض واعمل لهم طريقه طيب. ايه الطريقه ثلاثه بينجحوا لا، بدي افكر على الاقل بهدف واحد مثل ما حكينا، فكر بالهدف الاقرب لي. يعني حاليا انا وضعي شو الاقرب لي اللي ممكن يتم انجازه متاح. فانا افكر فيه بطريقه ايجابيه وبحاول اني اجذبه لحياتي. بس اتحقق هذا الهدف بنتقل للهدف التالي. اكيد تشتت الافكار دائما ما بيعطي، يعني دائما احنا في مقوله دائما بنرددها انه حلو انك انت تتعلم او تاخذ فكره عن كل شيء، لكن انت اختص او خلي هدفك بمجال معين، لا تشتت اهدافك ولا تشتت افكارك، لانه مجرد ما صار في تشتيت صار في تشتيت بالاهداف وبالافكار والشخص حيلاقي حاله ضايع. هذا صعوبه يمكن بالوصول لهي من وين بده يبلش، او اذا بلش بهذا المجال كيف بده يتابع بهذا المجال، او اذا لقى حاله هون كيف بده يلاقي حاله هون. لا بده يكون في هدف واضح ويمشي عليه ويحدد، واهم شيء موضوع النية، الصبر، القرار والاستمراريه والسعي. اكيد بدنا نشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب يعني كل الناس يكون عندها اهداف ساميه مثل ما حكينا وتتحقق كل الامنيات وكل الطموح، ونبلش بطموح يمكن بسيط ومنه بننتقل للاكبر والاكبر. بدنا نشكرك دكتور. وانا بدوري بتشكركم، الله يعطيكم الف عافيه، ومع تمنياتنا لكل الناس يحققوا اهدافهم بكل بساطه وبكل عفويه. أكيد. اكيد شكرا كثير لك، وان شاء الله اكيد تحقيق الأمان للجميع.